متصدر المجموعة ريال مدريد تنتظره مواجهة تبدو سهلة عندما يحل ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي. الفريق الملكي يسعى لتحقيق الانتصار الخامس في المجموعة، فيما مضيفه يأمل في التأهل لليوروبا ليج. نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه مهمة خاصة بإحراز هدف يرفع رصيده هذا الموسم إلى 9 أهداف ليصبح الأعلى تسجيلا في مرحلة المجموعات في تاريخ تشامبيونز ليج. وأثناء المؤتمر الصحفي لفريق ريال مدريد، فوجئ المدرب أنشيلوتي ولاعبه بيبي بلافتة تطالب بطرد شركة غاز بروم الروسية من منطقة القطب الشمالي. الشركة التي تتعامل في مجال البترول ترى البطولة ويرى النشطاء أنها أعمالها تضر بالبيئة.